الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أبو سجاد الشمري، طبعا الحقيقة أريد أقول لك بشي، الأخ قصي شمري هو واجهة من واجهات بني شمر بصراحة، يعني هذا هو هذا هو ابن عمك، شوف راح يسولف وياك خادم كل طيب، مثلك انت ابن عمي ومثل ابو محمد مثل ابو احمد الله يسلمك الله يحفظك. احنا رفعت راس لك ابن عمي ان شاء الله يمكن بركه. وابو سجاد انا حذائي مبارقت يعني عليك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اليوم احنا في مزار زيد من احفاد الامام الصادق عليه السلام في مدينة قوم المقدسة. الآن راح ندخل نشاهد المزار. هذا هو مزار زيد ما يعرف ياخذ صورة من أحفاد الإمام الصادق. حسن أخذ صورة ما يعرف ياخذ صورة حسن أخذ هذا هو. نعم أبو أحمد ابقى هنا أنا هسه. ابقى هنا هسه صور. لا صور؟ لا أخذك صورة. يلا مزار زيد من أحفاد الإمام الصادق عليه السلام يقع في نفس مكان مرقد موسى المبرقع من الإمام محمد الجواد عليه السلام، وهذا الشاهد منه هو مزار زيد من أحفاد الإمام الصادق عليه السلام. يعني تشاهدون بأن احنا في كل المزارات جاي نصور، مزارات في قوم، في طهران، في مشهد، في شيراز، في أصفهان، في كل مدن إيرانية. أيضا راح نصوركم المزارات في لبنان، وصورنا لكم المزارات في سوريا، والآن احنا أيضا جاي نشتغل في مدينة بغداد والمحافظات العراقية، وأيضا سوف ننتقل إلى أذربيجان، وكو مزارين أو ثلاثة في منطقة أذربيجان. في كل دول العالم راح نصوركم المزارات وأيضا المناطق السياحية. معكم السلام على سيد المرسلين محمد وعلى الطيبين الطاهرين. ونحن الآن في رحاب السيدة بيت النور في قوم، وأيضا أبو أحمد شنو رأيك بهذا المكان البيت اللي توفت فيه السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام؟ مكان روحاني ما شاء الله، وتحس براحة نفسية وطمأنينة، وما شاء الله زوار هسه دول من لبنان ومن العراق ومن إيران، وما شاء الله صلاة على محمد. إلهي يستر العالم وإله العودة إن شاء الله، ويستر شيعة أمين المؤمنين إن شاء الله. أشكرك أبو محمد، يعني ما نعرف شلون نشكرك، لأن أنت أخلاقك عالية وحملة حقيقة ناجحة جدا جدا جدا. بارك الله فيك. مبارك. بس احنا نريد نقول على هذا المكان، الأخوة اللي ما واصلين هذا المكان، هذا المكان هو المكان اللي اجت السيدة فاطمة عليها السلام من مدينة منورة بعد أن استدعاها الإمام الرضا عليه السلام. أثناء الطريق السيدة فاطمة المعصومة تعرضت إلى حالة مرضية، وعن نتيجة هاي الحالة المرضية بقت بهذا المكان ثلاثة أيام إلى أن توفت في هذا المكان. بعدين بهذا المكان سمي ببيت الأحزان، إلى أن مدة قريبة حول هذا المكان من بيت الأحزان إلى بيت النور. سيدة فاطمة المعصومة عليه السلام كان عمرها 28 سنة، وهي كانت امرأة غير متزوجة. شكرا لكم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. مرقد جعفر الغريب من أحفاد الإمام الكاظم عليه السلام كانت من ضمن الرحلة 83.